هذا وأكد السيد مبارك العاتي المحلل في الشأن السياسي الدور الريادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية سياسيا، والجهود الحثيثة التي تبذلها خدمة لقضايا العالم العربي والإسلامي على كافة المستويات واستعراضها من خلال ترأسها لمجموعة العشرين. كل المؤشرات والسمات والمعطيات والأسباب أثبتت أن المملكة العربية السعودية تتربع على قمة الهرم السياسي الدولي من خلال رئاستها لقمة العشرين، ثم تمكن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي العهد من عقد أول قمة افتراضية للقادة الأكبر على مستوى العالم إبان بداية جائحة كورونا، وهي القمة التي أنيط إليها إنقاذ البشرية والمجتمع الدولي من أزمة جائحة كورونا، والتي تمكنت من رصد ما لا يقل عن 8 إلى 10 تريليون دولار، كل ذلك بفضل حكمة وقيادة خادم الحرمين الشريفين لأصدقائه أصحاب الفخامة قادة الدول العشرين، وذلك في لمساعدة الدول المحتاجة والدول الفقيرة التي كانت تواجه هذه الجائحة بمفردها. من خلال رئاسة المملكة لقمة العشرين تمكنت من عرض كل القضايا التي تهم المنطقة، وهي اليوم عقدت ما لا يقل عن 100 اجتماع، تقريبا 100 اجتماع لوزراء الخارجية، وزراء الاقتصاد، وزراء المالية، وزراء الرياضة، وزراء الإعلام. كل هذه الوزارات كانت هناك أشبه تكون بالقمم والاجتماعات المتتالية التي كانت تترأسها المملكة العربية السعودية عبر الاجتماعات الافتراضية والتي أوكل إليها بحث الملفات الدولية.